كانت قبالي صبر مع أوا هنا علي شوخ الله أوا كانت قبالي صبر مع أوا هنا علي ما مشى وخلا باررا اليوم تقعد مع السر أكاديمي باررا باررا عن جد ليه ما بتقدم على السر أكاديمي؟ إنه شكلك حلو وهيك الجمعة الجاية السنة الجاية ليه في هلا كاستينج؟ اوكي عن جد بكره بروح شو؟ بكره بروح مش معقول صف عمرك ما ألزك صف عمرك ما أهدى هيدي ماشي هكذا في العالي معايا كانت بخير مرتاح مروان شو عم يعمل؟ ايه ايه شد البوزيسيون روق 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 عمل ظبط بط جلس كتافك روق جلس راسك الصوت اللي بتغني فيه هو ذاته بتحكي منه مش هيدا اللي عم تحكي فيه مش ما مش راسه عرفت كيف؟ جلس يلا شفافك لقدام ايه نسيم سكوت نسيم سكوت نسيم مش مضطر كل ما بدي احكي كلمه انا حدا يحكي ورا ظهري مش مضطر احكي كلمه حدا يسكتني انت وقف عندك وقف عندك وقف عندك هونيك بليز وقف عندك يلا مروان جلس كتافك هو لانه برر برر ايه لقدام لقدام ما بتطلع مدام ما عم تزبط لقدام لا انا هيك صفى فيه اشتغل انا هيك صفى فيه اشتغل حلو النسكافيه بايدها انا هيك صفى فيه اشتغل ما في ما في ما في بدكم فلفل بس ما بسمع بهذا بالسفين. ولا كلمه سوري بدك هون تجاوبني انت ولا كلمه يا مدام عم ولا كلمه مروان عم احكي كرمالي ولا كلمه مروان انا قلت شو انا تدري شو بترجع بتعطيك دور الجد بتعمل كده سكوت 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 ضباب سكوت ضباب الغراب الغراب بليز مروان مروان احلى كنترول بالدنيا بليز مروان شو عم تقدم؟ مدام بدي اطلع اجيب كوبايه مي طلع خلصني بس انا مش وقت الصف يعني اخر مره مان بتموت لسه ادي كلي وحياة الله استاذ ميلاد بس يجي لعندي ما عن جد بصير 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 هيك بتروحن ما بدي اخفى بصير بس يجي بنعس مان وحياة بس شوفه هيك جاي يقعد مريحه كثير يقعد هيك يعني ايوه صح بونسوار شباب دبروم سوار بونسوار استاذ ميلاد سوري كيفك بونسوار مروان بونسوار كيفك بونسوار كيفك بونسوارك دينا بونسوار بونسوارك حنان بونسوار عباس رجع حكيتك بوسك اليوم شباب بدنا نحكي بحصة الماركة الشخصية عن الثقة والنقاط الضعف والنقاط القوة اللي فينا شو معنى؟ شو معنى؟ كيف فينا نتغلب على نقاط الضعف ونقوي نقاط القوة اللي فينا ما نقاط القوة محمد عبدالله محمد بونجور هيدي محمد شو بتلاقي عندك نقاط قوة؟ بس معلش بس وضح لهايدي عشان لسه دخلة هايدي كنا عم نحكي اليوم بحصة الماركة الشخصية عن نقاط القوة ونقاط الضعف كيف نتغلب عليهم وكيف التمظهر بيكون انه واحد بيتظاهر انه عنده ثقة بحاله محمد شو بتلاقي عندك نقاط قوة ونقاط ضعف
غمض عينيك كله غمض عينيك. لا ما احلى شيء بس بيكون عم بس ما بده اياني اخفى وبيشاركني بالحديث انا فهمت رفايل وحيات امي انا بعد سيب براسه لعباس هو الزلمه اللي اسئله ساعه عم يضحك عم يحكي رفايل ركز معي انا حمر انا ما بعمل شيء جلس